وللوقوف على آخر المستجدات تنضم إلينا مراسلتنا جوانا ناصر أو ورد عفوا القراقرة، مراسلنا ورد القراقرة من الجليل. مرحبا بك ورد، يعني ضعنا في أبرز التطورات الميدانية في الشمال المحتل. نعم، بداية أهلا بك وبجميع المشاهدين. لنبدأ بحديثنا عن آخر سماع دوي صافرات الإنذار ودوت صافرات الإنذار في كل من منطقة كاتسرين جنوب منطقة الجولان العربي السوري المحتل. نحن نتحدث أن مستوطنة كاتسرين هي محاذية للحدود مع لبنان في الداخل في فلسطين المحتلة. الحديث نعم كان يدور أن صافرات الإنذار أيضا ضوت قبل قليل أيضا في كل منطقة صفد ومحيطها وأيضا كريات شموني ومحيطها. صافرات الإنذار لم تهدأ منذ صباح هذا اليوم، نتحدث خصيصا مع الأيام الأخيرة وتصاعد الاشتباكات على الحدود. كان هناك هدوء نسبي بداخل العمق هنا في منطقة الشمال، والبلدات البعيدة قليلا عن الحدود لم تشهد ولم تستمع صفارات الإنذار ولا دوي انفجارات هنا في المنطقة. لكن منذ يوم أمس حتى هذه اللحظة صافرات الإنذار تدوي في كافة المناطق في الجليلين الأعلى والأسفل، في منطقة الناصرة ومحيطها، مرج بن عامر، في منطقة الجولان العربي السوري المحتل، كافة المستوطنات والبلدات المجاورة للفاصل الحدودي مع لبنان، تحديدا مستوطنة كفار قلعادي وأيضا مسقف عام المقابلة أيضا لبلدة لبنانية وهي بلدة العديسي، تدوي بها صافرات إنذار. وشهدت هذه المنطقة تحديدا خلال الأيام الأخيرة تصاعد كبير وأيضا تبادل إطلاق نار مكثف من قبل الجيش الإسرائيلي وقوات من حزب الله. فعلا نحن نتحدث أن صافرات الإنذار لم تهدأ على مدار هذا اليوم، دوت صباح هذا اليوم في منطقة عكا وخليج حيفا ومنطقة الكريوت، وصولا إلى كل من منطقة صفد ومحيطها، منطقة كرمائيل وأيضا منطقة الشغور، دوت بها صافرات الإنذار بشكل مكثف وكبير. وتم استهداف هذه المنطقة لمرتين هذا اليوم، عند ساعات الظهيرة كان الاستهداف الأول والاستهداف الثاني عند ساعات العصر. عند ساعات الظهيرة الاستهداف وقع يعني أيضا بالقرب من قرية دير الأسد وهي قرية عربية، لكن الجميع وأيضا كافة المستوطنات من حولها، لكن جميع أو غالبية القذائف قد وقعت بمناطق مفتوحة في المنطقة وبالقرب من مدينة أو مستوطنة كرمائيل. وأيضا لنتحدث أكثر، كان هناك 13 إصابة بالهلع وأيضا نتيجة وقوع شظايا صاروخية عليهم، نقلوا بصورة عاجلة إلى مستشفى نهرية القريب، هذا على صعيد الإصابات. وتم إصابة مبنى بشكل مباشر في بلدة في منطقة الشاغور، هذه في الضربة الأولى. أما في الضربة الثانية بعد ساعة ونصف من الضربة الأولى على منطقة الشاغور، أيضا ضوت صافرات الإنذار في مدينة كرمائيل أو مستوطنة كرمائيل بصورة كبيرة، ولمدة 5 دقائق متواصلة سمع فيها دوي صافرات إنذار ودوي انفجارات بشكل كبير. أدت هذه الضربة إلى إصابة منزل أو ساحة منزل بشكل مباشر، مما تسبب بخسائر مادية وأضرار في مباني. وأيضا كان هناك حديث للمتحدث باسم مستشفى نهرية الذي تحدث أنه منذ صباح هذا اليوم تم استقبال أكثر من 49 مصابا، وهذه هي حصيلة كبيرة نسبة مع أيام التصعيد السابقة أو في الأسبوع الأخير. نحن نتحدث أن حصيلة اليوم في مستشفى واحد فقط، نحن لا نتحدث عن مشفى صفد ولا عن مشفى طبرية ولا عن مشفى رمبم، حصيلة العدد أو العدد الإحصاء أو المسح الواحد من مشفى واحد قد خرج، هو خرج عبر مستشفى نهرية الذي تحدث عن استقبال 49 مصاب أتوا إلى منطقة إلى مستشفى نهرية بعد تعرضهم لشظايا صاروخية ولحالات هلع جراء سماع دوي الانفجارات ودوي صفيرات الإنذار. وفي بيان لاحق أيضا أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة أحد جنوده بجراحة خطيرة في معركة بمنطقة جنوبي لبنان،
هذا التصريح خرج قبل قليل، وأيضا تحدث هليفي هيرتسي هليفي الذي قال أنه سوف أن الجيش الإسرائيلي سوف يستمر بمواصلة الحرب والضغط على حزب الله. نحن نتحدث، هذا التصريح جاء بعد الإصابات وعدد القتلى الذي تلقاها الجيش الإسرائيلي على بعد معارك قوية وصعبة على الجدار الحدودي مع لبنان. ورد قراقرة، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من عكا. ننتقل مباشرة إلى مراسلتنا من بيروت جوانا ناصر الدين. مرحبا بك جوانا، ضعينا في أبرز المستجدات على الصعيد الميداني وتكثيف العدوان على سوريا، تفضلي. مساء الخير محمد. سأبدأ أولا ببيروت. هدوء حذر يخيم على ضاحية بيروت الجنوبية بعد الغارات الست التي نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي في ظرف 20 دقيقة، خصوصا على برج البراجنة والشياح. ولكن اسمح لي أن أقول أيضا بهذا الخبر العاجل، بحسب ما علمت رؤية من مصادر طبية، الآن هناك انتشال لجثة أحد الضحايا، أحد الشهداء من برج البراجنة، كانت موجودة بالقرب من مستشفى الرسول الأعظم في الغارات التي نفذت هذا اليوم. أما فيما يتعلق بالوضع الميداني في الجنوب اللبناني، نتحدث عن غارات مكثفة جدا على النبطية، نتحدث أيضا عن غارات على سهل مرج عيون، ومنذ بعض الوقت استهدفت مسيرة إسرائيلية كوخ خشبي موجود على كورنيش بلدة الغازية في سور. وبحسب معلومات رؤية، هناك سقوط شهيد وثلاثة جرحى في هذه الغارة. هذه المنطقة أو الغازية تقع بين مستديرة الزهراني وصيدا، وبالتالي يعني نتحدث عن شهداء وجرحى جدد في هذه الغارات. أيضا في آخر خبر يصلني في هذه الأثناء، بعد 13 بيانا أصدرها حزب الله اليوم عن 13 عملية عسكرية نفذها في هذه الأثناء، حزب الله يعلن أن مشاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا تجمعات لجنود العدو في مستعمرة كتسرين بصلية صاروخية. إذن نتحدث عن 14 عملية عسكرية نفذها حزب الله منذ ساعات الفجر حتى هذه اللحظة، مقابل ما تحدث به إعلام العدو عن أن حزب الله أطلق في 4 أيام 800 صاروخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. أيضا إشارة إلى أن مستشفى تبنين الحكومي الصليب الأحمر اللبناني أخلى جميع الجرحى من مستشفى تبنين الحكومي في سور بفعل الغارات الإسرائيلية المكثفة، وبالتالي نحن نتحدث عن مستشفى آخر يكون قد خرج عن الخدمة في لبنان بعد المستشفيات الأخرى، إن كان في ميس الجبل وإن كان في بنت جبيل وإن كان غيرها من المستشفيات. إشارة أيضا إلى أن يعني في كثير من الغارات عندما تشن طائرات الاحتلال غاراتها وتتقدم فرق المسعفين، يقوم الاحتلال الإسرائيلي باستهداف محيط تواجد المسعفون، وبالتالي يعني لا يتمكنون من القيام بواجبهم. نتحدث عن استهدافات مباشرة أيضا للطواقم الطبية والمسعفين. محمد جوانا، في ظل الاستهدافات المتتالية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ونزوح عدد كبير من المواطنين وإلى الداخل يعني في بيروت، ويعني لجوئهم إلى بعض المدارس، ما مصير العام الدراسي في هذا التوقيت؟ بالفعل محمد، هذه معضلة أخرى وأزمة أخرى يعني واقع بها لبنان. نحن نتحدث عن تقريبا 900 مركز إيواء، بينهم مئات المدارس الرسمية الموجود بداخلها نازحين. العام الدراسي على المحك، هناك مطالبات كثيرة من قبل مدارس خاصة بأن تبدأ هذه المدارس العام الدراسي بشكل عادي، وأن يعود الطلاب
إلى مقاعد الدراسة. في هذا الإطار اسمح لي أن أشير أن وزير التربية عباس الحلبي سيقطع غدا عطلة نهاية الأسبوع أو سيخرق عطلة نهاية الأسبوع بمؤتمر صحفي يعقده عند ظهرا للحديث عن هذا الموضوع. بحسب ما علمت رؤية من مصادر تربوية هناك ثلاثة مقترحات يجري الحديث عنها. أولا سيتم تأجيل بداية العام الدراسي للمدارس الرسمية إلى أول الشهر المقبل، يعني نحن أمام تأجيل وراء تأجيل، خصوصا وأن المدارس الرسمية تقريبا معظمها ممتلئ بالنازحين. هذا أولا. أما ثانيا يذهب إلى مقترح أن يتم التدريس عن بعد خصوصا في المدارس الخاصة، وهذه معضلة أخرى لأن هناك مطالبات تقول كيف لتلاميذ يعني يبقون بلا دراسة وتلاميذ آخرين يتعلمون عن بعد. وهناك أيضا مقترح آخر نوع من الاستجابة إلى المدارس الخاصة التي تريد البدء بالعام الدراسي وتقول إنه جزء من عملية الصمود والمواجهة، خصوصا المدارس البعيدة عن مناطق الاشتباكات والتي يمكنها فتح الباب للتلاميذ لأن يعني يبدأ العام الدراسي بشكل فعلي. نحن أمام معضلة حقيقية، وحتى وإن توقفت الحرب لن يكون باستطاعة المدارس الرسمية أن تبدأ العام الدراسي لأن هناك صعوبة حتى بعودة النازحين إلى مناطقهم. وإذا تحدثنا بالتحديد عن مناطق الجنوب والبقاع لأن معظم هذه المنازل مدمرة ولن يستطيع النازحون العودة إلى مدارسهم. هذه معضلة حقيقية تواجه لبنان أيضا، العام الدراسي على المحك، حتى أن المدارس الخاصة التي كانت بدأت التعليم عن بعد الأسبوع الماضي توقفت بفعل توصية وزارة التربية بانتظار إيجاد حل كي لا يظلم تلاميذ في لبنان مقابل أن يتعلم تلاميذ آخرون. محمد جوانا ناصر الدين كنت معنا من شرق بيروت، شكرا جزيلا لك. ننتقل إلى مراسلنا غازي العلول من قطاع غزة. مرحبا بك غازي، يعني قرابة العام على هذه الحرب، كيف هي الأوضاع ميدانيا لدي غازي؟ نعم، تحية لك محمد. خلال الساعة الأخيرة تصارعت الأحداث الميدانية بصورة مربكة للغاية، سيما في شمالي القطاع بالتحديد مخيمي جباليا وكذلك المناطق الغربية منه منطقة السلاطين وكذلك العطاطرة، بالإضافة إلى جباليا النزلة والمخيم ذاته تعرضوا للكثير من القذائف المدفعية الكثيفة. حتى هذه اللحظة لا زالت المدفعية تطلق القذائف بصورة عشوائية ومستمرة، بالإضافة إلى ثلاثة غارات رصدت في شمالي القطاع وعلى إثرها استشهد عدد من المواطنين. سيارات الإسعاف حتى هذه اللحظة لم تستطع الوصول إلى أماكن الاستهداف خاصة في ضوء القذائف التي لا زالت تنهال بصورة عشوائية، وهو الأمر الذي يربك المنظومة الصحية في الشمال التي نوهت صباح هذا اليوم أنها قد تفقد قدرتها على العمل في ضوء نفاد الوقود خاصة خلال الـ 24 ساعة المقبلة. هذا الأمر يربك الحسابات بالنسبة للمنظومة الصحية، لا يمكن أبدا الحديث عن أعداد صحيحة ودقيقة حتى الآن فيما يتعلق بأعداد الشهداء والمصابين. أيضا المحافظات الوسطى منذ صباح هذا اليوم مع عمليات الإخلاء المستمرة في مخيمي المصيرات والبريج تشهد استمرارا للقصف المدفعي وكذلك قنابل الإنارة التي تنهال الآن في المنطقة الغربية من منطقة دير البلح، وكنا قد رصدنا استهدافا قبل قليل لعائلة أبو بطيحان إلى الغرب من مدينة دير البلح، ارتقى على إثر هذه الغارة شهيدان حتى الآن. أيضا في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس التي نتواجد فيها هناك قصف مدفعي مستمر على بلدة عبسان الكبيرة. لذلك الأوضاع الميدانية تتدحرج اليوم في غزة، نتحدث الآن عن 25 شهيدا حتى الساعة، والأرقام مهيئة للزيادة بالنظر إلى استمرار القصف أولا وإلى استمرار عمليات الانتشال، بالإضافة إلى المناشدات التي تصل من تحت الأنقاض سيما في شمالي القطاع في ضوء استمرار هذه العمليات الهمجية سواء من سلاح الجو أو حتى من المدفعية المتمركزة في شرقي قطاع غزة ككل، والتي تطلق قذائفها بشكل عشوائي حتى الساعة. هذا فيما يتعلق بالجانب الميداني. اليوم سياسيا كانت الفصائل الفلسطينية قد عقدت اجتماعا طارئا وعاجلا في ذكرى مرور عام على هذه الحرب، ونحن على بعد يومين
وأكدت في بيان ختامي لاجتماعها وقالت بأنها مستمرة في الوقوف والتصدي للاحتلال الإسرائيلي في حربه المستمرة على القطاع. قدمت التحية للشعب الفلسطيني في كل مكان، بالإضافة إلى أنها طالبت بتكثيف عمليات التصدي للاحتلال والوقوف في وجهه سواء هنا في قطاع غزة أو حتى في الضفة الغربية وفي الشتات، وكذلك دعت الدول العربية للتحرك لوقف الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمه. هذا البيان جاء بالتوافق ما بين الفصائل التي اجتمعت اليوم. أيضا على المستوى السياسي كان هناك لقاء لحسام بدران وهو عضو المكتب السياسي لحركة حماس، وأكد على نقطة مهمة متعلقة بأن حماس اليوم تنظر إلى اليوم التالي للحرب ليس فقط في غزة بل حتى في الضفة الغربية، في القدس، وكذلك في فلسطين المحتلة، وهو ربما يحمل رسالة للاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ يبحث عن خيارات بديلة لحركة حماس كحكومة أولا وكسلطة وكجهاز عسكري، طبعا يقصد هنا القسام، لاستبدالها وتغييرها بوجه سيادي جديد هنا في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية تؤكد في رسائل عدة بأنها باقية وستصمد في وجه هذا الاحتلال. محمد، أشكرك غازي العلول، مراسلنا من قطاع غزة، كنت معنا.